معانا النهارده دكتور هاله زايد وزيره الصحه. بنرحب بحضرتك يا دكتور على شاشه ام بي سي مصر. وستة وزيره، عايزين نعرف من حضرتك في البدايه تفاصيل اطلاق مبادره حمله التبرع بالدم والمبادره بالتعاون مع الفيسبوك، خصوصا ان المبادره دي مصر هي الاولى في الشرق الاوسط اللي تعمل مبادره زي دي. عايزين نعرف من حضرتك تفاصيلها، عدد المتبرعين فيها وصل قد ايه دلوقتي، يعني حضرتك احكي لنا عن تفاصيل المبادره. الحقيقه احنا من اول الجائحه وفي تعاون كبير جدا بيننا وبين مؤسسه فيسبوك نفسها في كثير من الأنشطة، آخرها ومن أهمها إن هم عملوا لنا البرنامج التبرع للدم اللي أطلقه فيسبوك في خلال أيام معدودة. كان في أكتر من 138 ألف حد ملأ رغبة في التبرع، وأكتر من 5000 واحد جه الأرض فعلا وتبرع. فأنا يعني بقول إن دي مبادرة مهمة جدا للتضامن كلنا ان احنا نتبرع، والنهارده اليوم العالمي للتبرع بالدم، وانا جايه بنفسي لان انا محتاجه ان انا اشارك واتضامن، لان كلنا في يوم من الايام هنكون احنا او اهالينا محتاجين ده. وكمان دي فرصه علشان اقول للمواطن وخاصه المتعافين من الكورونا وخاصه في المحافظات الاكثر اصابه يقبلوا على مراكز خدمات نقل الدم للتبرع بالبلازما، لان بكده بيقدروا ان هم يساعدوا في إنقاذ أرواح، كل واحد بينقذ أرواح اتنين إن شاء الله. طب سيادة الوزيرة، عايزين يعني لو حد عايز يتبرع بالدم سواء بالدم عادي أو بيتبرع بالبلازما، إيه الخطوات تحديدا اللي المواطن هيقوم بيها الفترة دي؟ مفيش، هو بيجي لو هيعمل أبليكيشن بتاع فيسبوك وياخد معاد، أو يجي مباشرة بيتعمل فحص كامل لحالته الصحية وبيتعمل تحاليل علشان مأمونية الدم. واحنا عندنا معامل المركز القومي لخدمات نقل الدم معامل معتمده، وهي الاولى يعني هي الوحيده المعتمده بشكل دولي كبير جدا. فيجي ويتبرع على طول، هيتم فحصه اكلينيكيا، ولو ثبتت ان هو ملائم للتبرع بناخد بيتبرع، ثم بنفحص الدم ده زي ما قلت عشان مأمونيه الدم. طيب المعامل المركزيه هي الاساس في الحصول في عمل المساحات، وكمان المعامل الحكوميه بالتعاون مع المعامل المركزيه، بس مؤخرا في بعض المعامل الخاصه بتعمل المساحات دي، يعني هل لازم يبقى واخده ترخيص او ايه اليه العمل فيها؟ لا احنا ما رخصناش لغايه دلوقتي للقطاع الخاص لاخذ المساحات، ولكن احنا بننسق مع المستشفيات الخاصه وبيحللوا بنديهم المساحات وبياخدوها من المرضى بعتوها لوزارة الصحة في المعامل المركزية وبنحللها. لكن احنا ما عندناش مانع ان طبعا القطاع الخاص يتشارك معنا تحت مظلة المعامل المركزية، وكل القطاع الحكومي سواء كان جامعات او خلافه كله بيشتغل معنا تحت مظلة المعامل المركزية. وبالعكس انا بشجع القطاع الخاص انه يشتغل، بس ان شاء الله يجي ويسجل ويبقى ضمن المنظومة الالكترونية، وبرضو علشان يبقى في مراقبة للجودة. اخر فتره، اخر يومين تحديدا، لاحظنا زياده كبيره في الاصابات وتحديدا الوفيات. وصلت الوفيات حوالي 62 حاله وفاه. يعني هل المتوقع الفتره الجايه زياده برضو في الاصابات والوفيات، وايه السبب؟ يعني نقدر نحدد سبب للموضوع ده؟ في زياده النهارده، في زياده عن امبارح. السبب من التحليل البيانات عندنا هي ان نسبه الوفيات من امراض القلب والسكر وبعض الامراض الغير سريه زادت، لان الناس ما بقتش تحب انها تروح تسال عن خدمه طبيه، يعني بيجوا على نفسهم زي ما بيقولوا. انا بدعو كل المواطنين ان هم وبالذات المواطنين الاكثر عرضه لمخاطر الكورونا، اللي هم الامراض اللي عندهم امراض مزمنه او كبار سن، ان هم يروحوا اذا كان مريض قلب او سكر او ضغط او اورام، ان هو يتلقى الخدمه من وزارة الصحة ومن كل المستشفيات الحكومية. وأدعو القطاع الخاص إن هو يحافظ على استدامة إن هو يقدم الخدمة الطبية بالذات للمرضى مش الكورونا، لأن دول لو لم يتم مراعاتهم بشكل طبي كبير هيبقى عرضة للوفيات أو يبقوا حالات حرجة لو أصابوا بكورونا. فالفترة في آخر رمضان وفي العيد الناس ما راحتش خدت العلاج كويس، ما تبعتش كويس. فتاني بقول ان احنا في وزارة الصحة موفرين كل العلاج، بندي العلاج للأمراض المزمنة 3 شهور. أرجو ان كل الناس
تقبل اليومين الجايين بالذات اصحاب الامراض المزمنه ان هم يجوا مستشفيات وزاره الصحه يعملوا المتابعه الصحيه، لان هم يعني يعني تكاسلوا شويه في او اجلوا وهم خايفين ينزلوا المستشفيات اساسا. فبقول لهم حتى المستشفيات اللي فيها اماكن مخصصه للكورونا فدي اماكن بخط سير مختلف تماما. وانا كنت امبارح في شرم الشيخ الدولي، خط سير حالات الكورونا مختلف تماما عن خط سير الحالات التانية، وبنحافظ على ان احنا نديهم الخدمه بشكل امن جدا. فادعو كل المواطنين ان هم ما يستهتروش، لان احنا لو كان عندنا امراض مزمنه وخاصه كبار السن بنكون اكثر عرضه لمضاعفات الكورونا.